الماتش كان زوين بزاف صراحة، تفرجنا كان اللعب. انا ريالي وشجعتهم بجوج، تكون طلعنا تشجعنا، تكون تشجعنا. كان الماتش زوين تبارك الله، كانت كورة على مدريد وعلى مدريد والاهلاوي. انا جاي من مصر بقول لكم الاهلي لعب زي الفل ولعب باقصى حاجة والحمد لله. بص حصل خير، وصلنا ضد ريال مدريد، ده كان حاجة جامدة جدا. الحمد لله حصل خير، حصل خير. روس على مدريد الاهلي اهم حاجة، الاهلي شوفوا الماتش كان في المستوى. فريق الاهلي كان واقف شرف الكره العربيه. انا جيت نشجع الفريق الاهلي حيت فريق القرن، ويستاهل هذا اللقب، هذا يستاهل انه يكون فريق القرن. الخبره ديال ريال مدريد بانت في هذا الماتش هذا، وفازت على الاهلي. بون كوراج للاهلي ان شاء الله، وبون كوراج للفرق الوطنيه ديالنا حتى حنايا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، على مدريد والكاس مدريديه، وتحيه لكبسولي دي معسكر دي معسكر دي معسكر. الماتش كان واعر، فرشخنا الاهلي ب 4-1 دي معسكر واعر. اليوم شفنا نتيجه زوينه بزاف، وان شاء الله الفينال مدريدي، وديما مدريد وعلى مدريد. هلا مدريد. اليوم كان ماتش واعر اسطوري. ماركا لينا فينيسيوس، رودريغو، فالفيردي، وماتش واعر ان شاء الله نديو الخامس. اليوم كان ماتش زوين، كان ماتش ناضي، والقلب كان مع الاهلي، ولكن للاسف داش الريال. ولكن ماتش زوين، بيوتا كانوا مزيانين، وهلا مدريد وفيسكا بارسا. ريال مدريد الاسباني يبلغ نهائي كاس العالم للانديه المغرب بعد انتصاره اليوم بمركب مولاي عبد الله بالرباط على الاهلي المصري ب4 أهداف لهدف، ليواجه في النهائي السبت المقبل بدايه من الساعه 8 الهلال السعودي المنتصر على حساب فلامينغو البرازيلي. عماد الدين تزريت، ليون فانكات، الرباط.